أهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. قال أمير كتيبة شهداء يوم الأرانب شرف بن بركة إن قوات المنطقة الجنوبية ما زالت تحاصر قوات المعارضة التشادية والسودانية في العمارات الصينية من ثلاث محاور. بن بركة أوضح للنباء أن قوات المنطقة الجنوبية تركت منفذا آمنا لخروج العائلات العالقة من العمارات الصينية نافيا وصول أي دعم عسكري لقوات بالمنطقة. وأشار أمير كتيبة شهداء أم الأرانب إلى أن قوات المنطقة الجنوبية لم تتلقى أي اتصالات من قبل أي جهة حكومية في البلاد لمتابعة مجريات الأحداث. أفاد مصدر مطلع باعتقال القيادي بميليشيات الكرامة سالم الرفادي من قبل مسلحين تابعين لكتيبة طارق بن زياد المدخلية المقربة من صدام حفتر نجل آمر ميليشيات الكرامة. وأضاف المصدر في تصريح للنباء أن اعتقال الرفادي جد عقب خلاف مع قيادة ميليشيات الكرامة ومحاولته الهرب عبر مطار بنينة قبل أن يمنع من السفر ويقتاد إلى الرجمة. أعلن الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبد الرحمن المزوغي تسليم كافة مقراتهم في طرابلس في غضون 72 ساعة. وفي الأثناء أصدر مدير مديرية أمن طرابلس صلاح الدين السموعي قرارا يقضي برفع حالة التأهب بطرابلس من يوم الخميس. وطلب سموعي في قرار تحصلت نبأ على نسخة منه رؤساء المراكز والوحدات ورئيس غرفة العمليات باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية لحفظ الأمن داخل العاصمة. قال المتحدث باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري إن ما يعرف بالقيادة العامة لا تعترف بكل ما يصدر عن الحكومة المقترحة وصفن إياها بالحكومة غير الشرعية ولم تحظى بثقة البرلمان الليبي وفق اتفاق الساخرات. وأكد المسماري في تصريح صحفي تأييده للقبائل التي عبرت عن رفضها تعيين وزير الاقتصاد بالحكومة المقترحة علي العساوي، كما أضاف أن اجتماع القاهرة لم تصدر عنه أي مسودة بل مجرد نقاط جرى التفاهم بشأنها، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل ثلاث مجالس لتوحيد الجيش الليبي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.